بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، بادئ ذي بدء نشكر الإخوة القائمين في أكاديمية الدرر الحسان في القراءات العشر للقرآن على الاستضافة الطيبة لهذا اللقاء الطيب تحت عنوان علاقة المسلم مع القرآن الكريم. خاصة أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحن بعد أيام قليلة مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن الكريم. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سيكون الحديث عن جملة من النقاط أوجزها لنا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في بيان علاقة المسلم بالقرآن الكريم، ألا وهي تحت قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن الكريم على أربعة أوجه: الوجه الأول هو هجران التلاوة، والوجه الثاني هو هجران التدبر، والوجه الثالث هو هجران التطبيق والعمل، والوجه الرابع والأخير هو هجران تبليغ القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى نزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزل هذا القرآن الكريم في 23 عاما حتى يسهل على المسلم حفظه، وحتى يسهل على المسلم تطبيقه. وهذا القرآن الكريم يشكو يوم القيامة من هجرانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه ويقول: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن على مراتب، والحديث كان على أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي هجر التلاوة، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بتلاوة آيات كتابه، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وحثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي يتقن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وبين الذي يجتهد في تعلم آيات الله. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الصفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. والمقصود بيتتعتع فيه وهو عليه شاق أن يجتهد في تعلم آيات الله،
يجتهد في تعلم القرآن الكريم فله أجر التلاوة وأجر التعلم، وهو عليه شاق يجتهد ويطلب العلم خاصة في دورات الأحكام التي يتعلمها المسلمون أجمعين. لذا أول مرتبة من مراتب هجران القرآن أن يهجر المسلم تلاوة آيات الله. ولما يهجر تلاوة آيات الله؟ والله تعالى حثنا على قراءة القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم وأئمتنا الكرام علماؤنا السلف الصالح رحمهم الله ورضوان الله عليهم. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله عندما كان يأتي رمضان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار. وهذا ليس بالغريب، فالهمم ضعفت والهمم فترت، ولكن الذي يجتهد له نصيب من تلاوة آيات الله. فهذا القرآن في رمضان هو شهر القرآن، لذا نحرص على تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى وقراءة آيات القرآن وتعلم آيات القرآن، تعلم أحكام التجويد وتعلم قراءة آيات كتاب الله في مثل هذه الدورات التي يعقدها الإخوة في الأكاديمية جزاهم الله خيرا. أما المرتبة الثانية من الهجر وهي هجر التفكر والتدبر في آيات الله. قال تعالى: أفلا يتذكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. نمر على آيات الله، نقرأ آيات الله. كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آيات الله إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، إذا مر على آية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر على آيات فيها ذكر النار استعاذ بالله سبحانه وتعالى من النار. كيف لنا نحن ونقرأ آيات الله إذا مررنا بآية فيها ذكر الجنة نسأل الله الجنة ونطلب من الله الجنة، وإذا مررنا بآيات فيها ذكر النار والعذاب لا نستهزئ ولا نضحك، بل نستعيذ بالله من عذاب النار ومن العذاب الذي يقع على أهل النار، عافانا الله وإياكم. فالتدبر في آيات الله والتفكر في آيات الله يجب علينا أن نعي كتاب الله سبحانه وتعالى ونفقه آيات الله سبحانه وتعالى التي نزلت علينا نحن المسلمين. لذا نحرص على تعلم آيات الله والتفكر في آيات الله. وأما المرتبة الثالثة أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مرتبة التطبيق لآيات الله. كم هجر المسلمون تطبيق القرآن. نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم من مسلم معرض عن إقامة الصلاة، معرض عن إيتاء الزكاة، قاطع لرحمه. والله تعالى أمر بصلة الرحم في كتابه في قرآنه الكريم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. لذلك كيف بمسلم يهجر تطبيق آيات الله ويهجر العمل بآيات الله؟ لذا الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة تكون في المسجد. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. واليوم ابتلينا بحرمان من الصلاة في المسجد، فنركع مع الراكعين في البيت، نجمع أهل بيتنا، زوجاتنا، بناتنا، أولادنا، ونصلي فيهم حتى نرسخ فيهم حب صلاة الجماعة حتى وإن حرمنا منها في المسجد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
واركعوا مع الراكعين. أين يكون الركوع مع الراكعين؟ إذا لم يكن في الجماعة، سواء في المسجد أو في البيت. كذلك الحث على الميراث وغيرها من أوامر الله سبحانه وتعالى. فأوامر الله سبحانه وتعالى جاءت ليست للتلاوة فقط ولا للتدبر فقط، بل للقراءة والتدبر والتطبيق والعمل بما جاء في القرآن الكريم. فالعمل شرط من لصحة الإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان يحتاج إلى عمل حتى يثبت صدق الإيمان. والمرتبة الأخيرة في علاقة المسلم بالقرآن الكريم هي مرتبة التبليغ. هجر المسلمون تبليغ آيات الله وتبليغ قرآن ربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتبليغ، حث نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا، أمر أمة الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. نصاب التبليغ كما قال العلماء هو تبليغ آية من كتاب الله. كم نحفظ من آيات من كتاب الله، كم نحفظ من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، علينا أن نحرص على عدم هجران القرآن الكريم، سواء في تلاوته أو في التفكر في آياته أو في تطبيق ما نزل من القرآن الكريم وتبليغه للناس أجمعين. الحلقة تتسع، فقد قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الحلقة الأولى هي أن يقي المسلم نفسه وأهل بيته، ثم تتسع الدائرة فقال رب العالمين: وأنذر عشيرتك الأقربين. تبلغ وتنذر وتقيم الحجة على أقربائك الذين تصلهم ويصلونك، ثم ولتنذر أم القرى ومن حولها. تبلغ هذا الدين لجيرانك من الدول المجاورة. فاليوم الإسلام بأخلاق المسلمين ينتشر، وكذلك للناس أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اليوم ينادي العالم أجمع بآداب الإسلام التي تأدبنا عليها نحن المسلمين منذ أن جاءت أوامر القرآن. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الوقاية الكبرى من هذا الفيروس الذي غزا العالم أجمع هو الوقاية بالدرجة الأولى، أن يطهر الإنسان جسده، وأن يطهر ملابسه، وأن ينظف حاجاته. ونحن والحمد لله كمسلمين ديننا دين الطهارة، حثنا على الطهارة. فالصلاة كمثال، تحريمها مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام. مفتاح ديننا هو الطهارة، الطهارة من النجاسات، الطهارة من القذورات. النظافة التي حث عليها الإسلام، حثنا على غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، وغيرها من آداب الطهارة التي هي من أساسيات ديننا الإسلامي الحنيف. ولو نظرنا إلى العالم الآن في غزو هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، لوجدنا أن أكثر الوفيات من بلاد الكفر، والمسلمون وإن كان فيهم فهو عدد قليل مقارنة بالوفيات التي تجتاح دول الكفر. ونسأل الله العفو والعافية والسلامة التامة لنا وللمسلمين أجمعين.
ختاما أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هجران القرآن علينا أن نتركه وأن نحرص على عدم هجره، أن نحرص على تلاوة آيات الله، أن نحرص على تدبر آيات الله، أن نحرص على تطبيق أوامر الله، ماذا يريد القرآن منا، وأن نحرص على أن نبلغ الناس هذا القرآن الكريم. ويكفينا فخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي يتعلم آيات الله ويعلمها للناس ويبلغها للناس فهذا له أجر كبير وهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوة آياته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.